الأشياء الخطيرة جدا. تحطيم نفسية الطفل في العائلة. طبعا هذا ينسحب على كل أفراد المجتمع. الأم عندما تقول لابنها أو بنتها أنت أي شيء ما تفته، أنت ما يمكن توصل إلى أي مكان، هذه الكلمات المتداولة عندنا مع الأسف في عوائلنا، في بيوتنا، في مجتمعنا. تدرون هاي الكلمة تروح 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 إلى عقله الباطن. يمكن لا يشعر بها شعور واضح، لكن كلمة أنت فاشل اللي تلقاها من أبيه أو من أمه، هاي موجودة في أعماقه، في كمونه. كل خطوة هذه كلمة أنت فاشل تأثر عليه. هذه الحالة الموجودة في المجتمع مع الأسف، تحطيم الروحية، تحقير الآخرين، كلش خطيرة. تحقير مو كلمة وتنتهي، تحقير هذه تتحول إلى جزء من مكونات العقل الباطن. الله تعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب، لا تطلقون على فد واحد لقب سيء. هذا مو فقط يعبر عن رذيلة أخلاقية، هذا يحول الفرد إلى فرد فاشل في الحياة. الأفراد غالباً روحياتهم ضعيفة، تحطمهم الكلمة. بعكس هنالك بعض الأفراد اللي عندهم طبيعة التشويق وطبيعة التحريض وطبيعة الدفع وطبيعة الحث. الله تعالى يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين في تلك الآية، تحريض حث. عندما تقول للطفل أنت الأعلى، يجب أن تكون الأعلى، هذا يدخل في نظام قناعاته وفي كيان النفس والروحي، في حياته دائما يتصرف بمنطق أنه الأعلى، العلو المعنوي مو بمعنى الاستكبار وأنتم الأعلم.